دكتور بعد اذنك. مش هيبقى فاكر ثواني ارجوك يا دكتور بعد اذنك. انت كنت فين من يومين؟ انت مش كانت والدتك تعبانه ورحت؟ أيوة. امال مين دنيا ومين اصحابك اللي كنت بتحكي عنهم للدكتور دنيا دلوقتي؟ مين دنيا اللي كنت بتحكي عنها دلوقتي مين للدكتور؟ دنيا مين؟ مين دنيا اللي انت بتحكي عنها للدكتور اللي في القصد بتاعك؟ الدكتور جابها منين؟ اللي جاب سيره الدنيا اصلا. اللي جاب سيره الدنيا؟ اللي جاب سيره الدنيا؟ انت اللي قلت. اللي جاب سيره الدنيا؟ انت اللي قلت. هو احنا اللي قلنا؟ ما قلتش حاجه. يا جماعه ما ينفعش تضغطوا عليه دلوقتي لان عقله الباطن لسه طالع. اضغط على ايه يا دكتور؟ ما انا ما قلتش حاجه. انت بني ادم كذاب. يعني اكون انا قاعده مع اولادك وانت بتقولي كده؟ ما ينفعش تزعقي كده. زعقي كده ليه؟ حضرتك بتخونها. هو ايه؟ وانت كمان بتبرر غلطك. مفيش حاجه حصلت. انا ما قلتش حاجه. حضرتك قلت قدام الناس كلها. ما قالش ان في حاجه حصلت ما بينهم. ما قالش ان هو قابلها وقعد معاها في كافيه. هو حضرتك انت بتقول الكلام ده ازاي حضرتك؟ ما قلتش حاجه. ده بتقول الكلام ده ازاي؟ انا قلت حاجه مدام؟ لا الدكتور ما قالش حاجه. انت اللي قلت. انت اللي قلت. انت بني ادم كذاب فواخد على الكذب. عايز كل الناس تبقى زيك. كده هتعملوا له مشكله في العيال. ما يصحش كده قدام الناس كده. عيب. عيب؟ هو انت تعرف العيب اصلا؟ كده غلط. هو انا لسه عملت حاجه؟ كده غلط. انا لسه عملت حاجه؟ هو انا لسه عملت حاجه؟ معلش بالراحه بس يا دكتور دلوقتي هو ان هو يخرج مع واحده يقول لمراته ان والدته تعبانه ووالدته مش تعبانه ده ايه؟ يا جماعه ممكن يكون كان خارج معاها في شغل مثلا. شغل يا دكتور. حضرتك عرفت الكلام ده منين؟ حضرتك عرفت الكلام ده منين؟ حضرتك اللي قلته. قلته منين؟ حضرتك اللي قلت كده. انا ما قلتش حاجه. والله انت اللي قلت كده قدام الناس يا جماعه تكنيشنز. انت اللي قلت كده يا فندم مش احنا. ليه مش فاكر؟ ما هو مش هيبقى انا كنت عندي والدتي. ازاي مش فاكر يا دكتور؟ انا ما رحتش المكان. هو فاكر كل حاجه. اللحظه دي ما بيبقاش فاكر هو قال ايه فيها. امال فاكر يكذب؟ ده موضوع تاني. انا كنت عند والدتي. والدتك؟ هي اللي هي بقت دنيا؟ والدتك اللي هي بقت دنيا؟ يا استاذ رامي. لا يا استاذ رامي هي مش ماليه عينك؟ حضرتك انا بقول لك انا بحبها جدا. ايوه. حبيني ايه؟ حبك بورس. انت كذاب. انت كذاب. كل الدنيا دي كلها سمعت كذبك وبرضه مصمم. طب انا كده هكمل الحلقه ازاي؟ يعتذر لها طيب؟ لا مش قبل اعتذار. لا 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 حاجه عشان اعتذر. اكمل الحلقه ازاي بقى؟ هو طلع بيخونها اصلا. معلش اعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ ما تحطش ايدك عليا. خلاص انتهى الموضوع. انت مش عايز اسمع صوتك. لا 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 وفر كلامك لنفسك. دي خلاص الموضوع انتهى. دي خرافات. الموضوع انتهى. لا 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 ما تخليش خرافات زي دي. لو سمحتي خلاص كده اقوم امشي. لا لا استني عشان احنا عايزين نختم الحلقه. طب انا 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 هبتدي ازاي يعني دلوقتي؟ هو طلع بيخون. انا مش هقدر اكمل انا وهو هنا. انا اسفه معلش. في ايه؟ لا 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 مش هكمل مع الشخصيه دي هنا. مش انتوا بقالكم مع بعض 3 سنين ما جاتش على 5 دقايق. ما جاتش على 5 دقايق. كلهم كذب وخداع. لا لا هو حقك بصراحه لان هو يعني شفتي يعني هو انت بتغفل. انت بتغفلها. ما في ايه؟ انا ما ايوه حضرتك مغفلها. انت ليك عندك مغفلها ازاي؟ انا ما شفتش بجاحه كده. انا كنت عند والدتي. والدتك؟ اه بقى اسمها دينا فجأة اللي هي اساسا المفروض انها خالتي بقت دينا. لا لا برافو برافو برافو. لا يعني هي هادية جدا وانا لو مكانها هطلب الطلاق الصراحة ومش هبص في وشك لان انت مفهمها حاجة. هو ده اللي هيحصل اصلا. وبتعمل حاجة ثانية. والله اعلم لو كان الدكتور نايمك اكتر من كده كانت الموضوع هيبص. يا ريت يا دكتور لو شوية كمان كنا هنسمع. حضرتك عايزة تسألي في حاجة معينة؟ اسأل؟ اسال ايه؟ ده واحد كذاب. انا كل اجاباته بصراحه مش معترف بصراحه. بصراحه الموضوع اللي تفاصيل تانية بصراحه ما يصحش تتقال يعني. مش هينفع يا دكتور. الموضوع هيبقى صعب شكله. يعني حضرتك ما تقول يا دكتور. حضرتك عارف. قول يا دكتور. انا ما اعرفش حاجه عنه. هو اللي عارف عن نفسه. هو يعرف منين الدكتور؟ انا قاعد معاكي. طب يعني طب انا ممكن اساله انا. خلي بالك انا الموضوع ده ما ينفعش. ما تحطش ايدك عليا. ما تحطش ايدك عليا خالص. وانتهت بقى. خلاص بقى شطب بقى. انتهت خلاص. الموضوع انتهى يا بنتي. انتهت كلام. انا بصراحه انتهت. وانت جايبها هنا عشان تهزها. جايبها هنا عشان تهزها. جاي تضحك عليا وتقول لي انت حبيبتي وحبيبتي وتضحك عليا. ايه القرف ده رامي؟ طب انت القرف ده. نبدا يعني نعترف الاول وبعد كده نعتذر. طب معلش نهدى عشان احنا في بلاتو في برنامج محترم. من فضلكم مشاكل زي فوتت اصلا تتحل في البيت. لو انت ببرنامج محترم ما تستضيفيش الشخصيات المش محترمه دي لو سمحت. لو سمحت. لا 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 ده بني ادم مش محترم. ده بني ادم قذر. والعيشه معاه اصلا واللي هتعيش معاه هتبقى زيه. وانا ما اقبلش بالوضع ده. في ايه اللي حصل؟ لا لا ما تتكلمش خالص. في ايه؟ انت ما تتكلمش. انت قصرتي معاه في حاجه؟ طيب قصرت معاه؟ اساله. يا ست زي القمر اهي. يعني قصرت معاك في حاجه؟
بقول لك انا بحبها يا دكتور. انا عارف ايوه بتحبها. ما تقولش الكلمه دي خالص، ما تنطقش. بتحبها بتخونها ليه؟ ده سؤال معلش نفهم. انا ما خنتهاش. هو مش عايز يحكي. امال حضرتك مين دنيا؟ هو ايه خنيش. دكتور؟ لا برافو. دنيا دي زميلتي في المعهد. والله عارفه ان انا زميلتي في المعهد. لا زميلتك. اه ليه انت رجعت تاني المعهد وانا ما اعرفش يعني؟ ده ايام المعهد. يا حرام. حضرتك كنت مسافر معاها من يومين بتعمل ايه؟ كانوا في المعهد. دي بقى اللي هي البريك بتاع المعهد. رحت تبع المعهد من يومين مش كده؟ مش حضرتك سافرت من يومين؟ سافرت من يومين. اه تبع المعهد. بتعمل ايه؟ كنت عند والدتي. كنت عامله. كنت بتعلق لوالدتك بقت دنيا كده. لا ده بيكمل كذب يا دكتور. قوي. بيستخدم قوي. بقى ايه الحيل دي. وبتستقبل اللي قدامك يعني بتستغباني كمان. لا لا انت قرف. قرف. من نفسك كده غلط. ما تتكلمش. لا لا هو لا 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 انت لا 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 ما تتكلمش خالص يا استاذ رامي. حضرتك غلطان ما ينفعش تغلط فيها. انت عايز على دماغك والله. ما تتكلمش خالص. مش عايزين الموضوع يتطور عن كده يا جماعه. مش عايزين الموضوع. طب انا هكمل الحلقه دي ازاي بقى؟ يعني اتصرفوا بقى عشان ما تتكلمش. ما انت اللي نايم. ما تقومش دغدغ الترابيزه دي على دماغك. لا لا ما تغلطش. انا قصرت معاك في ايه؟ انا قصرت معاك في ايه؟ ما ترددش الكلام كده. رد على قد سؤالي وما تنطقش كلمه ورد على قد سؤالي. لا بالروح عشان ما نرفضش اخد الترابيزه واكسرها على دماغك. رد على قد سؤالي. لا لا يقولي ما عملتش خيانه كامله لسه عايز يكمل. هو اه قال ما فيش حاجه اسمها خيانه كامله وخيانه مش كامله. هو يا اخي يعني انت بتحددها بيقسمها لنفسه بيحللها. اللي ربنا محرمه انت بتحلله. ويلا بقى ما تقعدش في المكان اللي انا فيه. قوم ما تقعدش في المكان اللي انا فيه. انت عديم الكرامه يعني. ماشي يا جماعه لازم نقفل الحلقه بكلنا مع بعض. طب انا هكمل الحلقه كده دي ازاي؟ لا مش هكمل والشخصيه دي هنا لاني فعلا هعوره. والله هعوره. لا 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 والله هعوره. واحده واحده بس. والله ثانيه. لا 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 ثانيه. هتعملي ايه؟ مش هينفع. لا 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 لو سمحت. لا 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 ما ما يقعدش جنبي. ما تتكلمش وقولك. لا ما تتكلمش. ما تخليش على دماغك. ما تتكلمش. وشك في الارض. قول لها انا اسف. خلاص لا لا مش هقبل. لا 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 اسف عليا. لا لا ما عملتش حاجه اصلا. معلش انا مش هرتاح لما اشوفك كده متشوه. وخلي الست دنيا بقى تداوي. بس لا 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 ثواني بس. على سنين العمر اللي انا ضيعتها مع واحد زيك. سيطري عليها. ممكن تهدي بس؟ لا مش هاديه. معلش عشان خاطري انا. اقف كده. معلش اقعدي. بس هي ايه؟ انا اوريك انا غلطانه ولا لا؟ اوريك. طب بالراحه بس بالراحه. اوريك انا غلطانه. شوفي برودو. هو بيضحك على ايه؟ ده انت شخص بارد. انت بتضحك على ايه؟ هديها كده وبص على راسها. لان هي طيبه. انا عارف انها طيبه. انا عارف انها طيبه. اوريك الطيبه. لا دي هتعمل لنا كارثه. الطيبه بالعقل. بالعقل بس. بالعقل. بتعمل ايه؟ امشي من وشي. انت بتتعاملي معاه كده في البيت؟ انت بتتعاملي معاه كده؟ زباله. طب سيبي اللي في ايدك. طيب ما تحطيش ايدك عليا. بتعملي ايه بس؟ بره بره. انت صدقت الكلام ده ازاي؟ بره بره. صدقت الكلام ده ازاي؟ انا هعرفك صدقته ازاي. اطلع بره. بتقولي ايه؟ اطلع بره. اطلع بره. عايز اقول لك على حاجه. اطلع بره. يلا من هنا. يلا امشي من قدامي. بس الكلام ده تعالى. امشي من قدامي. عايز اقول لك على حاجه. هخبطه. طب ما هخبطه وحياه ربي هخبطه. اقول لك على حاجه. تعالي بس. انت بتصدقي الكلام ده؟ هخبطك. انت بتصدقي الكلام ده؟ خلي عندك كرامه وامشي. حافظ على اللي اتبقى من كرامتك قدامي وامشي. ما ينفعش تكلمي جوزك كده قدامي. لا لا ينفع. ينفع لانه مش جوزي. انا ما استعناش البسه في رجلي. بره بقى. بره بقى. ارجع لاساسك. ايه اللي انت بتقولي ده؟ انا مش ساكت علشان انت متعصبه بس. انا محترمه الناس. بتقولي ايه؟ انا محترمه الناس. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ محترمه البرنامج اللي انا فيه. على فكره انت بتصدقي الكلام ده؟ بره ما تحطش ايدك عليا. في ايه؟ بره. انا هعرفك انا مين. انا هعرفك انا مين. مش هينفع الكلام ده. انا هعرفك انا مين. انا هعرفك انا مين. انت مفيش حاجه على فكره. انا هعرفك انا مين. اقعد بس. ينفع احنا؟ لا لا ما تغلطش. لا لو سمحتوا طلعوه بره عشان مش ما يفكرش ان انا بعيط على واحد زي. انا بعيط على وفاه اخويا. على فكره انا جاي اقول لك انا اسف. انا بعيط على اخويا. واطلع بره. على فكره يعني اطلع بره. انت غلطانه. اطلع بره. لا هو انت اللي غلطان. هي ماشي بس اطلع بره. معلش اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. بقول لك ايه؟ اطلع بره. تصرفت عليا كل شويه كده. اطلع بره يلا. في ايه؟ يلا بره. ايه يعني اللي حصل يعني؟ انا مشيت مع دنيا. يلا ايه يعني؟ ده. ايه ده؟ انت عشان يوم مكفياني ما كنتش عملت كده. اصلا بني ادم قليل الادب. لا 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 بالراحه بالراحه. انت بني ادم قليل الادب. انا رجعت لاساسي. انا رجعت لاساسي. بره. ولا عشان ساعتها يعني بره. معلش ما فيش حد بيقول لواحده ست كده. بره. وانت كمان مش عايز تسكت. لا 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 ايه ده؟ لا 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 لا
هيطلع بره. هو في ايه بره عشان ما يقلش ما خلاص هقل منك طب. هقل منك بره يا جماعه بره على فكره طريقتك بره اللي خلتني بصيت بره بره ما يصحش طب ممكن تخرجه بره والله اقل منك طب تعالى كده بس تعالى كده تعالى كده بره بقى تعالى كده بس تعالى بره بقى زي الكلب وما تخشش هنا. هو انت بجد بتعملي معاه كده في البيت؟ انا بعمل معاه كده. هما ايه ده في واحد هيعمل في حد هيعمل مع واحده كده لا انا عايزه اروح. طب يا دكتور تعالى بس نحل المشكله دي. انا قلت اعتذر لها. انا مش عايزه اشوف وشه. على فكره امشي بره امشي بره حقك عليا يا حبيبتي اطلع بره اطلع بره حقك عليا اطلع بره دلوقتي بقت حبيبتك اطلع بره